بالنص الانطلاقة السريعة الآن ناحية اليسار موسى ينتقل بمور موسى تعمل راعد جول جول هدف ثاني لصالح المنتخب الأردني الأولمبي هدف ثاني بالدقيقة السادسة من أحداث الشوط الثاني بالدقيقة 51 من أحداث المباراة محمد زيد هدف ثاني موسى تعمري بثاني انطلاقته في أحداث الشوط الثاني ينجح إذن موسى تعمري شوف لعدام شوف موسى شوف الانطلاقة سليمة سرعة أيضا قوة بدنية الحقيقة يضعها بانطلاقته ومن ثم محمد زيد الآن استثمر تواجده بشكل سليم في المنطقة المناسبة للاستلام والتسليم في مرمى منتخب الكويت الأولمبي شوف العداء شوف موسى شوف الانطلاق شوف المرور الكرة ما بين اللاعبين ومن ثم وصولها إلى محمد زيد اثنين المنتخب الأردني واحد